يا دكتوره هاديه، يعني كتر خيركم يا رب دكتوره. يعني مش عارفه اقول لك ايه يا دكتوره، بس اكيد بيبقى شعور الطبيب، احنا هنتكلم طبعا في النواحي العلميه والطبيه، بس عارفه يا دكتوره احساس الطبيب، الاحساس الانساني، وان هو يبقى ربنا يجعله سبب ويقدر ان هو يغير من حال لحال. كلميني يا دكتوره ناجي على الانطباع ده الاول. طبعا انا قلت لهم الاول ريان هيبقى فتحه الخير على اطفال مصر كلها، لان فعلا ريان كان طفل يعني جميل واخد العلاج بمنتهى البساطه، ومفروض كمان هو خده قبل ما يكمل سنتين بيوم واحد. يعني احنا احتفلنا بسنتين تاني يوم في المستشفى بعد الحقن. فطبعا ريان متشخص من هو عنده 6 شهور، ولو كان اخد الحقنه بدري التاثير كان هيبقى اسرع، لكن هو خد الحقنه سنتين بالظبط، فطبعا التحسن مش متوقع قبل 6 شهور. ريان الحمد لله بعد 4 شهور من الحقن ابتدى يظهر عليه مظاهر تحسن. هو كده خد حقنه واحده؟ هو حقنه واحده في العمر، العلاج الجيني زولجينزما، هي حقنه واحده في العمر ما بتتكررش. فهو اخدها في مارس 2021، فاحنا دلوقتي بالظبط 4 شهور تقريبا. فان شاء الله اول تقييم لي بيبقى بعد 6 شهور من الحقن. في الفترة دي من بعد الحقن على طول ما بياخدها ولغاية وصولا لإعادة التقييم، بقى بيحصل إيه أو متابعته، أو في حاجات برضو جانبية أو شغل بيتعمل معاه؟ طبعا بيبقى في لمدة 3 شهور بيتعمل له تحاليل معملية، وظائف الكبد، صورة الدم، وظائف القلب كل أسبوع. بعد فترة، بعد شهر بنبتدي نطمئن. بيحصل بعض مشاكل الانساعات في الأطفال الكبار، وظائف الكبد بتعلى، وده حصل معانا. فبنبتدي ان احنا نضاعف ادويه بنديهم زي كورتيزون، نسبه كورتيزون بنبتدي ان احنا نضاعفها. على ثالث شهر ابتدى الحمد لله كل الوظائف الحيويه عند ريان، ووظائف الكبد والكلى والقلب كل حاجه رجعت طبيعي. والطفل ابتدى من رابع شهر يبتدي يظهر تحسن في الوظائف الحركيه عنده. فان شاء الله ميزه العلاج الجيني ان يعني كل يوم الطفل بيكتسب وظائف حركية جديدة. مفروض ان الطبيعي للأمراض دي ان كل يوم بيفقد وظيفة، لكن هو دلوقتي الحمد لله كل يوم بيكتسب وظيفة. الأطفال الأقل من 6 شهور التحسن بيبقى أسرع من كده. احنا عندنا طفلة مصرية أخذت العلاج تبع التأمين الصحي في دبي، الطفلة خدت العلاج 5 شهور ونص، هي دلوقتي حوالي 12 شهر البنت واقفة على رجليها، بنت وقفت على رجليها. فطبعا ان شاء الله كل ما يكون بدري طبعا، وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب قبل ما حقن ريان، احنا عندنا ريان واسر مش كده؟ ريان كان الحاله الاولى في اللي هو الاختيار العشوائي او اللي سموه اللوتري. خد اسر كريم، اخد الحقنه بتاعته، احنا كنا في شهر اسبوعين تقريبا، تقريبا من اسبوعين. وهو عنده كام سنه اسر؟ اسر دلوقتي كان يوم ما اخد الحقنه سنة و10 شهور. فأخذ الحقنة، بس الحمد لله برضه هو مقدم له من هو عنده 6 شهور. فعلى ما جه عليه الدور أو الاختيار العشوائي. طب هو في تحضير أو إجراءات معينة بتتم قبل الحقن؟ طبعا لازم اختيار، بيبقى اختيار دقيق جدا. يعني هو أولا لازم إكلينيكيا يبقى عنده ضمور العضلات الشوكي. بنبتدي إن احنا نعمل له رسمة. هو الشوكي غير العصبي ولا هما واحد؟ هو ده إصابة في الخلايا العصبية اللي في الحبل الشوكي. بس الطفل بعد ما بنعمل له رسم العضلات والاعصاب ونثبت ان في اصابه في الخلايا العصبيه، لازم نعمل له تحليل جيني. ولازم يكون عنده الطفره اللي هي مناسبه للعلاج. 95% من الاطفال عندهم الطفره دي، في 5% ما عندهمش الطفره دي. الاهم من كده ان احنا بنعمل له اختبار للاجسام المضاده للفيروسات الحامله للجين. يعني الجين اللي احنا هننقله محمول على فيروس. لازم اعمل له تحليل الاجسام المضاده للفيروسات، ولازم تكون سالبه. والا يحصل ان الجسم يرفض العلاج الجيني. بالاضافه طبعا ان احنا بنعمل له تقييم لحاله القلب والكبد والكلى وصوره الدم، بيبقى فيه اطمئنان تام على حاله الطفل قبل ما ندي العلاج الجيني.